الفصل الثالث: الخدمة للخليفة المأمون. في هذا الفصل نستكشف الدور الحيوي الذي لعبه الخوارزمي في خدمة الخليفة المأمون. نسلط الضوء على نصائحه الحكيمة ومساهماته في إدارة شؤون الحكومة كمظهر جديد يلامس جوانب شخصيته ويتداخل مع ميادين الحكم والقيادة. الخدمة للخليفة المأمون. اكتشف السجادة الحية لخدمة الخوارزمي للخليفة المأمون. استكشاف كيف أصبحت نصائحه حكمة لا تقدر بثمن، مؤثرة في اتخاذ القرارات وتشكيل مسار الحكم. شاهدوا جانباً من الخوارزمي يتجاوز المعادلات والخوارزميات، حيث يصبح شخصية لا غنى عنها في عالم القيادة المعقد. مع تنقلنا خلال أروقة السلطة والحكمة، يرن صدى هذا الفصل بإيقاع موجات الديناميات السياسية. خدمة الخوارزمي للخليفة تتحول إلى لحن وفاء، عقلانية وتفان رسماً للعالم ينتقل بسهولة بين مجالات الأكاديمية والدولة. انضموا إلينا حيث نكشف عن تفاصيل خدمة الخوارزمي للخليفة المأمون، حيث تمتزج لحنيات الحكمة والحوكمة في سيمفونية تتردد في أروقة التاريخ. النهضة الترجمية. في أيام العصور الوسطى عاش الخوارزمي، العالم الرائد الذي قاد حركة الترجمة إلى أعظم ذروة. يوماً بعد يوم كان يغوص في أعماق المكتبات القديمة، يتجول في ألواح الحكمة التي كانت مدفونة في لغات مجهولة. قرر أن يحقق رؤيته، أن يحول كلمات العظماء إلى لغة يفهمها الجميع. دخل الخوارزمي في رحلة طويلة مع الكتب، حيث انتقل من مكتبة إلى أخرى، يتخلل صفحات الفلسفة اليونانية والرياضيات الهندية. بينما يتقدم في رحلته، بدأ يحمل كنوز الحضارات القديمة، يعيد صياغتها بلغة العرب ليبني جسوراً بين الثقافات. تأثير على الفكر والمعرفة. مع تقدم الزمن، بدأت ترجمات الخوارزمي تلقى صداً في أروقة المدارس والأكاديميات. أصبحت أفكار العظماء من كل مكان تتسلل إلى الفهم العربي، تتغلغل في عقول العلماء والفلاسفة. تحول الفكر العربي تحت إشراف الخوارزمي، وكأنه نبضة جديدة تعطي حياة له. يظهر ذلك في ازدهار العلوم والفلسفة في العالم العربي، حيث تزايد اهتمام الناس بالمعرفة والتفكير العقلاني. ظهرت أعمال كبيرة في الطب والفلسفة، كلها تحمل بصمة الترجمات التي قادها الخوارزمي. تراث لا ينسى. تقف اليوم الأعمال المترجمة التي قادها الخوارزمي كجسر لا يمكن تجاوزه بين الحضارات. أصبحت هذه الترجمات جزءاً لا يتجزأ من تراث الإنسان، تنقل الحكمة والفلسفة من جيل إلى جيل. تأمل الناس في هذا التراث وترى فيه نافذة للتبادل الثقافي والتعلم المتبادل. تظل كلمات العظماء محفورة في الذاكرة، تروي قصة إرث ثقافي يحتفظ به العالم باعتزاز.